السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسباب اللي بتؤدي لصغر حجم رؤوس الثوم وقت الصب أو بعد الحصاد، إيه أسبابها اللي بتؤدي لكده؟ تعالوا معنا في الحلقة البسيطة دي وأنا هجاوبك. فمبدئيا كده قول الاسباب اللي بتؤدي الى صغر حجم الرؤوس بتاعه الثوم، وطبعا انا برضو بعاني منها عندي. هنا اول حاجه هو ميعاد الزراعه. ميعاد الزراعه مهم جدا، لازم تكون ملتزم بيه. فمواعيد الزراعه انت معاك شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، يعني شهر 9 وشهر 10. فانت لو اجلت الزراعه بعد كده هياثر لك على المجموع الخضري ليه بعد كده لمرحله الصب بعد كده للثوم. فمواعيد الزراعه مهمه جدا. تاني حاجة معانا بقى وهي الكثافة النباتية. الكثافة النباتية هو انت بتزرع نباتات او فصوص كتير في نفس وحدة المساحة، يبقى لازم تكون ملتزم بالمسافات الزراعية اللي هي 10 سنتي، فانت هتقللها ل5 سنتي و3 سنتي، ده هيعود على ان هو مش هيكون لك رؤوس توم كبيرة. تالت بقى سبب معانا وهو ضعف البرنامج التسميد. لو انت مدي برنامج تسميد ضعيف عمره ما هيكون لك برنامج او صب راس توم كبيرة، لان انت زي ما بتاكل وتشرب برضو النبات بيبقى عايز ياكل ويشرب. فانت برنامج التسميد الضعيف خلاص عمره ما هيكون لك مجموع خضر كويس اللي على اساسه هيبقى راس توم بعد كده. برضو في حاجة اللي هو انت بتعطش وقت الصب. يعني ايه بتعطش وقت الصب؟ يعني المرحلة اللي كونت فيها مجموع خضر كويس وبعد كده هتنقل للعناصر للتوم عشان يكبر الراس بتاعته مثلا، لا، فانت معطش في الوقت ده اللي هو اهم وقت. فانت طبعا هيعود عليك ان انت راس توم صغيرة بدون محصول مش اقتصادي كويس. برضو في حاجات مهمة جدا طبعا هي الاصابات الحشرية والمرضية والفطرية. ده طبيعي، لان الاصابة الحشرية والمرضية والفطرية هتصيب فين؟ هتصيب المجموع الخضري ذات نفسه، والمجموع الخضري ذات نفسه ده هو المصنع بتاعك اللي بيتكون فيه كل العمليات الحيوية وكل حاجة. فلما المجموع الخضري يبوظ عمره ما هيعرف ينقل العناصر للراس بتاعت التوم عشان تكبر. ومع نهاية حلقتنا تعالوا اوريكم المجموع الخضري اللي عندي، وبرضو هتلاحظوا ان في تفاوت في المجموع الخضري. يعني مثلا زي كده هتلاقوا المجموع الخضري كويس جدا. حاجة مثلا زي قدام مثلا دول هتلاقي برضو المجموع الخضري يعتبر ضعيف، او مجموع الخضري هنا ضعيف عكس دول كويسين جدا، تمام. فده برضو يرجع لأسباب كتير عندي أنا شخصيا، إن أنت إصابات وأمراض، الرطوبة الزيادة، كل حاجة هتفضل تأثر على النبات. عشان كده طبيعي إنه ممكن يبقى فيه تفاوت. ليه؟ لأن أنا في الزراعة المنزلية مش بهتم قوي بالتسميد زي المزارع، بس إحنا معرضين في المزارع أو الزراعة المنزلية للكلام ده كله. يا رب تكون الحلقة أضافت ليك معلومة كويسة لكل مزارع، لأن هيفيدك الكلام ده جدا عشان تتجنبه. أشوفكم بقى على خير في حلقة تانية كتير. مع السلامة.